شوف، طول ما انت قوي، طول ما انت بتتقي ربنا سبحانه وتعالى، يا فندم، طول ما انت بطل لازم يبقى ليك اعداء ولازم يبقى ليك احقاد. لكن هو الجديد اللي احنا شفناه، الامور خرجت عن نطاق الاحقاد او نطاق النقد، دخلنا في نطاق مستوى متدني من الاخلاق. مظبوط يا فندم. ليه بقى يا فندم؟ ليه؟ لان انت النهارده بتعمل المستحيل والنادي الاهلي ما بيردش عليك. النادي الاهلي ماشي في خطه في ظل هذا الكلام. انت عملت اول دستور او اول لائحه للنادي الاهلي اللي كانت حلم كل الاهلاويه، زي الاستاد محلو الاهلاويه. يعني ايه لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي اللي كابتن حسن بمجلسه كان بيتكلم عليها، وكابتن حسن والمجلس كابتن صالح سليم، اللي هو انت النهارده هو ده الجمعيه العموميه هي صاحبه القرار في تحديد مصير مصير النادي الاهلي، هي من لها الحق في اختيار من يمثلها. هذه الجمعيه العموميه هي صاحبه الحق في هذا الاختيار. وانت لائحتك دي، هذه اللائحه قام على اشرافها اساتذه قانونيين على اعلى مستوى، قام على اشرافها مجموعه من الرياضيين على اعلى مستوى، مجموعه من الفنانين على اعلى مستوى، وتم مراجعتها لغويا كل ما يخطر على بالك. يا فندم تم خلاص. ليه؟ عشان ده اسمه دستور او لائحه النادي الاهلي، اللي النادي الاهلي هتطبق على الكل، من اول رئيس النادي للعامل اللي شغال في النادي لعضو الجمعيه العموميه. دي لائحه كلنا مرتبطين بيها، كلنا بنطبقها.